فهد عبد الله آل ربح، عقيل نبيل أبو جوهر، محمد سعود أبو كابوس، محمد عبد الله النمر، علي عبد الله النمر، حسن عبد الله النمر، أحمد طارق الفرج، وهادي طارق الفرج. 8 شهداء ارتقوا إثر الهجوم الوحشي الذي نفذته قوات الطوارئ وأمن الدولة على بلدة سنابس في جزيرة تارود شرقي القطيف يوم السبت 11 من مايو من العام 2019، الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية. 8 شهداء في شهر الصيام، بينهم 3 من أقارب العلامة الشيخ الشهيد نمر باقر النمر الذي أعدمته السلطات في 2 من يناير من العام 2016، محمد وعلي وحسن أبناء عبد الله النمر اغتالتهم يد الغدر السلطوية في وضاح النهار. عدم إدراج أسمائهم على أي من قوائم المطلوبين التي تعدها السلطات بغية استهداف النشطاء وتبرر ملاحقتهم، ولم يكن للشهداء أي أعمال شغب أو ما يخل بالأمن كما تدعي السلطات، فهم لم يتم استدعاؤهم من قبل السلطة في أي قضية ولم تصدر بحقهم مذكرات قانونية، ما يبرز وجه الانتقام الممارس من قبل السلطات التي تستهدف عوائل وأقارب الشهداء والنشطاء. عائلة الفرج إحدى العائلات المعروفة بصلاحها ومشاركة أبنائها في الفعاليات الدينية والاجتماعية في المنطقة، والتي حظيت بنصيب وافر من الشهداء، وتعرض أبناؤها لاستهداف سلطوي ممنهج. ثكلت العائلة باثنين من أبنائها، هما الشقيقان أحمد وهادي أبناء طارق الفرج، وهو أحد رجالات العوامية المعروفين بالنزاهة والمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية. قد تعرض والد الشهيدين للاعتقال مع أحد أبنائه في 2 من يناير من العام 2018، وذلك ضمن حملة استهدفت أقرباء الناشط الشهيد سلمان الفرج الذي اغتيل في 18 من ديسمبر من العام 2017. الشهيدان أحمد وهادي لم تدرج أسماؤهم على قوائم السلطات السعودية، كما لم تصدر بحقهما أي مذكرات استدعاء، ما يبرز خلفيات اغتيالهما بعملية انتقامية من أبناء المنطقة ككل. بين شهداء الصيام الذين احترقت أجسادهم جراء القصف والقنابل التي ألقتها العناصر والآليات العسكرية على الشبان داخل المنزل في سنابس، الشهيد عقيل أبو جوهر والشهيد فهد آل ربح، شهيدان لم يرد اسم أي منهما على قوائم السلطة أكانت القائمة 9 أو القائمة 23، إلا أنهما ارتقيا وهما صائمين في شهر مبارك وسفك دمهما من دون ذنب أو جرم اقترفوه، إنما تم اغتيالهما بالرصاص الحي والقصف المدفعي، واحترقا ومعهما شهداء 6 في فصل من فصول السياسة الانتقامية من أبناء المنطقة والقتل خارج نطاق القانون الذي أصبح عاصمة لسياسة سلمان وولي عهده محمد.